فخيرت اني بالتالي، قلت لها انت بين خيارين، اما ان تتركين الاندومي وترجعين او خلاص انت يعني لواني ولا اندومي. راح نبدي من هاي القصه اللي هي لا تخلو من الغرابه من الموصل، ربما تبدو مضحكه بعض الشيء الا انها شر البليه. طلاق لشاب تزوج من شابة تصغر بالعمر، استمروا حياة طبيعية، بدت الزوجة تشكو من أمراض عديدة تبين وحسب رأي الأطباء بسبب كثرة تناول الأندومي. اتفق الزوج بأن تمتنع عن تناول هذه الأكلة يعني من أجل صحتها، رفضت هي بشدة، جعل الزوج يرمي يمين الطلاق عليها، فكانت هذه النهاية. فهل الموضوع هذا يعني الأندومي هو سبب كافي لأن تخرب عائلة وينفصلون اثنين؟ لذلك خلونا نشوف هذا الزوج، طبعا رفض أنه يكون وجهه معنا، لذلك ظهر بهذه الطريقة وكذلك غيرنا صوته حتى يروينا قصته من الموصل. خلونا نشوف. سنة الحياة الزواج طبيعي، يعني أنا اختاريت بنت، لكن البنت هي أصغر مني، أصغر مني بكثير، يعني هي مواليد الألفينات. اختارت كزوجة، الحمد لله تزوجنا، مرت أشهر الحياة حلوة، بعد 7 أشهر أو 8 أشهر بالضبط بدينا نواجه مشاكل. المشاكل هي مشاكل صحية، المرأة يعني صارت مشاكل صحية بالكلى، اضطرنا نروح للدكتور. فهي زوجتي او طليقتي تحب الاندومي وهاي الاكلات الحاده، طلبت منها اكثر من تتركها لكن ما قدرت، يعني ما قبلت. فرحنا للدكتور، الدكتور نفس الكلام قال ما يصير هاي الاكلات منعها منها، ما فات، بقت تاكل هذا الاكل، يعني هي هاي الاكلة الاندومي بالضبط، اكلات السريعه. المشكلة أنا أكبر منها، ففارق عمر كبير، ما كان هذا يعني موضوع عادي طبيعي، ما كان مشكلة. فحاولت معها أكثر من مرة أتركي هذا كذا كذا، ما قبلت، صارت بيناتنا مشاكل، المشاكل تطورت، وصلت مرحلة لو أني لو الأندومي. فمشكلة تطورت، زعلت البيت أهلها، فرحت بيت أهلها حتى نفض الموضوع. فأمها قالت كيفكم، أنا ما بس يعني معلمتها أنه شنو تريد أنا أوفر لها، يعني ما أمنعها من شيء. فقلت لها ما يصير، أنت لازم تتركين هاي الأكلة الأندومي، يعني ما يعني هاي الأكلة تأذيك، يعني أنا خايف على صحتها. ما فما فاد، حاولت معها أكثر من مرة لكن الموضوع ما بقت مستمرة على هذا الشيء، ويعني رغم أنه هي الأكلة تأذيها، واحنا من زوجنا ما صار لنا يعني فتره قصيره، ما صار لنا 7 أشهر او 8 أشهر بالضبط، يعني ما كان عائق انه العمر، هي اصغر مني صحي مواليد الألفينات، بس كانت الامور ماشيه الى حد انه واجهنا هاي المشكله، مشكله الاندومي اللي هي يعني هاي الاكله اللي يعني يكون القصه مضحكه او ممكن غريبه لكن هاي حقيقه، صارت معي بالضبط، اني مع الاسف طبعا. بس حاولت معها، حاولت مع امها، امها قالت انه انا ما اقدر امنعها، هي اللي تختار وخلاص، أنا ما أقدر أجبرها على شيء. فخيرت أني بالتالي، قلت لها أنت بين خيارين، إما أن تتركين الأندومي وترجعين أو خلاص أنت يعني لو أنا ولا أندومي. لكن مع الأسف أنه هي اختارت أنه لا، الأندومي ما لها علاقة ولازم نستمر، والأندومي ما لها علاقة ما تتأثر، بالعكس الأندومي ما لها علاقة بالأمراض اللي تصير بي وكذا، فما قبلت. صارت مشكلة، تطورت المشكلة بيت أهلها لحد ما تعصبت، وذيك اللحظة رميت عليها يمين الطلاق، وكل من راح الطريق. وأنا حاليا دا أمشي بالإجراءات القانونية للطلاق، يعني المشكلة أنه أنا ما أعرف اللي كان الخطأ من عندي أو الخطأ بقسمة أو ما أعرف، بس هي بالتالي اختيار الزوج أو الزوجة يعني لازم يكون أكو أمور مشتركة، من هاي الأمور المشتركة لازم تكون القناعة، لأن القناعة يعني تقتنع بكل شيء. يعني أنا هاي مشكلة واجهتها وصارت لي يعني صارت عائق كبير أمامي، وخلص هاي يعني
هاي مشكلتي اللي صارت.